أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. الكل يلاحظ اليوم مراجعات في سياسة الجنرال الوحيد في الأسرة الحاكمة بأبي ظبي ولي العهد، عندما قبل أن يسلم أكثر من 3 ملايير دولار لبشار الأسد وأن يعيد التطبيع معه ويفتح سفارة بلاده في دمشق، ثم تتراجع آليته في ليبيا من أجل تسوية في طرابلس، وهناك رؤية بالأساس إلى منطق الدفع بكل الثقل باتجاه شرق ليبيا وأيضا في جنوب اليمن، وبذلك يمكن خلق ما قد يسمى بفيدراليات أو كيانات فيدرالية في الوطن العربي، يعني أننا أمام إعادة استنساخ لتجربة الإمارات السبع التي أسست الإمارات العربية المتحدة والتي تتقاسم بينها الحكومة والولاية العهد وأيضا إدارة الإمارات بصفتها مجموعة فيدرالية من بداية السبعينات القرن الماضي. محمد بن زايد عندما فضل ألا تمر الأموال من خلال حساب الشهبة المعلوم في دبي لأسرة بشار الأسد، فالكل كان يدرك أن الأمر يتعلق بتطبيع منذ 28 مارس 2019. من هذا اليوم وهناك تطبيع كامل بين دمشق وأبو ظبي يتأسس على أمرين أساسيين، هو دفع النظام في سوريا الذي حارب بقسوة الإسلام السياسي، وهو ما يتفق تماما مع محمد بن زايد. محمد بن زايد لمن لا يعرف فهو خريج لأكبر أكاديمية ساند هورت، وهذه الأكاديمية العسكرية الشهيرة بالنسبة لقادة الشرق الأوسط، يعرفهم الجميع بأن اليوم هو الجنرال الوحيد داخل هذه الأسرة وهو العسكري الوحيد. لذلك فالقرار الاقتصادي هو لخليفة، والقرار العسكري بالأساس هو لمحمد بن زايد، وهناك قرار الدبلوماسية لأخيهم الثالث عبد الله. لذلك فالأمر يتعلق بخليفة المزداد في 25 يناير 1948، ولدينا محمد بن زايد وهو من مواليد 11 مارس 1961، وهناك أخوه عبد الله وزير الخارجية اليوم وهو مزداد في 30 أبريل 1972. يعني أننا أمام ترتيب عادي جدا، الأول في الأخوة هو الذي يرأس إمارة أبو ظبي والأرخبيل كاملا يرجوز للسبع للإمارات العربية المتحدة، وهناك الأخ وهو وزير الدفاع، وهناك الأخ الأصغر ابن 72 وهو وزير الخارجية. لذلك فهذا الاتفاق الذي حدث هو أول انتقال للعرش وللحكم في المنطقة بهذا التوزيع بين الإخوة. لمن يتذكر فإن انتقال العرش من داخل السديريين ومن عائلة سلمان إلى ابنه سبقه الإماراتيون ووزعوا بين الإخوة الأول والثاني والثالث، وزعوا بينهم هذا. لكن المشكلة اليوم هو في ولاية العهد عبر الإخوة، لا زال عبر الإخوة في الإمارات، وبالنسبة للسعودية فإنها تنتقل مباشرة إلى الابن كما حدث في قطر. لذلك هناك رهان بالأساس على إدارة وضع خليجي ومن ثم شرق أوسطي، لأن محمد بن زايد لديه خطان أحمران، الأول هو بناء دولة إسلامية متطرفة أو تيوقراطية، بالنسبة إليه هذا خط أحمر، ولذلك قاتل في مصر في 2013 من أجل إسقاط نظام محمد مرسي،
وأيضا ساعد من حيث يدري بشار الأسد لإسقاط داعش والمعارضة، رغم أن السعوديين كانوا يدعمون المعارضة السورية، لكن الإماراتيين كانوا يدعمون بالأساس معارضة علمانية بين قوسين، انتهت عندما وصلت النصرة إلى إدارة الميدان، وبذلك انقلب الإماراتيون بشكل كامل، ويقاتلون أيضا دولة حوثية أو زيدية في اليمن. فالساعة السياسية political clock التي لدى محمد بن زايد أساسا تتعلق بعدم وصول الإخوان المسلمين بعد فشلهم في 2013 في مصر أن يصنعوا دولتهم في ليبيا، فكان من الضروري تحريك حفتر وتسليحه من أجل إقصاء هذا السيناريو، وأيضا ضد إمارة زيدية حوثية في اليمن، وضد دولة داعش، وضد أي إمارة ممكنة أو دولة للمعارضة الدينية في سوريا. لذلك فالأمر واضح، فتسليم 3 مليارات دولار سلم منها إلى الآن بشار الأسد 250 مليون دولار من أجل إتمام العمليات وقصر وقف إطلاق النار في إدلب والوصول ببشار الأسد إلى آخر نقطة بالنسبة له هو، فهو يضرب من حيث يدري الجميع سلطنة أردوغان الذي يعتبره إلى الآن هو داعم أساسي للإخوان المسلمين. لذلك فهو يستثمر في بشار الأسد في وصوله إلى الحدود، إلى الحدود التاريخية لسوريا مع تركيا والحدود القانونية طبعا. ولذلك بالنسبة له فمعركة إدلب هو معركة مصير تماما، كما هو يدير معركة طرابلس كأساس على أنها مصير. لكن في فشله بإدلب فشل أيضا في طرابلس، ولذلك استعاد حساباته على أساس دعم دمشق ودعم باتجاه بين قوسين إلى فضرلة. لذلك حيث لا تنجح الآلة العسكرية في الوصول إلى الحدود وتأسيس ما قد يسمى بأنظمة غير تيوقراطية، لأن محمد بن زايد لمن لا يعرف في 2009 تنشر ويكيليكس أن ابنه سقط وأصبح متطرفا بين قوسين، فأصبح ابن القاعدة وحقق معه أبوه. لذلك فبالنسبة إليه هذا الهاجس لا يجب أن يتكرر لا داخل العائلة ولا داخل العائلات الحاكمة الأخرى، فكيف أن نسلم الحكم للإخوان أو لأي جماعة من الإسلام السياسي التي تؤهل بشكل كامل إلى مملكة جهادية أو إلى ما قد يسمى بدول إسلاموية. أيا يكن فالأمر بالنسبة إليه لمن لا يعرف هناك تفصيل صغير جدا، فهو عندما ازداد، لأن أخوه ازداد في 1948 كما ذكرنا، ولكنه ازداد في 1961 في العين، فالذي كانت قابلته في الميلاد كانت بروتستانتية أمريكية، لأنه في عام 1950 كان أول مستشفى يديره بروتستانت إنجيليون. ولذلك فالأمر يتعلق بالنسبة إليه هو هذا الانفتاح، لأنه هو قابلته للحياة كانت طبيبة بروتستانتية إيفانجيليك بالأساس. هذا التصور الذي يعطى للانفتاح. في 2005 وقع نفس الشيء عندما كان أبوه يتحدث معه حول أمر سفر أكثر من 200 من 200 إماراتي إلى أفغانستان. يعني أننا هذا الذي نشر في 2005، يعني نشر على أن كان حوارا بين زايد وما بين ابنه محمد بن سلمان على أساس أن هناك أكثر من 200 إماراتي باتجاه أفغانستان كأسلوب جهادي ضد السوفيت. هذه العقدة التي بدأت أساسا مع عز الدين إبراهيم، وهو كان مربيه وكان من الإخوان المسلمين،
الذي علمه العربية قبل أن يكون في الأكاديمية البريطانية فهو من الإخوان المسلمين، فكانت تأطيره تأطير الإخوان المسلمين. لكن في عام 2005 حدث ترتيب لتفجير فندق، فكان ضروريا أن تتحول الإمارات العربية المتحدة إلى دولة رقمية تساعد نفسها بأمن رقمي، لأن أجهزتها فعلا متقدمة لسبب واحد، هو التطور الرقمي في المتابعة الاستخبارية من 2005. ومن هذه العملية ضد فندق بالنسبة للمتطرفين أصبح الأمر مختلفا للغاية بالنسبة إليه. قبل الربيع العربي كانت عقدة محمد منذ 2005 كانت ضد الجهاديين بشكل كامل، لأن تفجير بالنسبة إليه فندق هذا يعتبر خطا أحمر بالنسبة إليه، فكيف نسلمهم هؤلاء الإسلاميون، كيف نسلمهم العروش أو نسلمهم إدارة دول؟ لذلك من هو يعرف جيدا كيف كانت قابلته الأمريكية وكيف كانت تربية الإخواني له عز الدين إبراهيم، وكيف أصبح ابنه متطرفا في 2009 بعد أن كان في 2005 قد صدم بقضية عملية الفندق. هذا الترتيب في حياة محمد بن سلمان هو الذي يكشف لماذا هو اليوم يضع اليوم خطا أحمر أمام وصول الإسلاميين المتطرفين بين قوسين أو الإسلاميين الصحويين. إذن نحن أمام تذكير بالخط الأحمر. الخط الثاني هو بالنسبة للوهابية، لأنه سيكون كابوسا حسب تعبيره إن خرجت الأمور عن السيطرة، لأن كلما زادت الأسلمة المتطرفة بين قوسين حسب التعبير للوثيقة لويكيليكس، الأسلمة المتطرفة للسعودية فإنها ستنقل العرش خارج الأسرة السعودية تماما إلى تيار أكثر تطرفا في الوهابية، لأن الوهابية أو التزاوج ما بين العائلة المالكة وما بين الوهابية أتى على أسس إن زادت محافظة المجتمع السعودي فهو سينقل الحكم بالتأكيد، وأي تسليم للمفاتيح مفاتيح الحكم في السعودية إلى تيار أكثر تطرفا وأكثر راديكالية من الوهابية الرسمية، سيصبح أمامها انتقال العرش إلى الجيل الثاني من السديريين، يعني أننا أمام نهاية الإخوة السبعة السديريين وانتقال العرش إلى جيل آخر. هذا الانتقال سيكون هناك مشكل، هو ما هو المعيار الذي سيتأسس عليه هذا الانتقال؟ سيكون هو مدى تدين الحاكم ومدى تطرفه بين قوسين. هذه المعيارية يجب أن تكون محسومة. بالنسبة لمحمد بن زايد فإن نقل العرش السعودي إلى محمد بن سلمان يعتبر تأمين، بوليس التأمين بالنسبة للسعودية وللمنطقة لسبب بسيط، لأن السعودية كانت مؤهلة لنقل العرش إلى الأكثر تطرفا في دائرة الوهابيين، لأن الوهابية الرسمية ساعدت ومولت تيارا أكثر تطرفا في داخل الوهابية من أجل تثبيت هذا التحالف. لكن اليوم يرى محمد بن سلمان أن الأمر لا يتعلق بذلك، لأنه يمكن أن ينقلب السحر على ساحر فيصبح هذا التيار الممول ينقلب على العرش نفسه ويحكم السعودية وستكون كارثة. لذلك فبالنسبة للدي اي اي تحديدا وليس السي اي اي، دي اي اي استخبارات البنتاغون فإنه تقول باللفظ أن محمد بن سلمان هو الكنز الاستراتيجي في عملية التحولات كاملة في الشرق الأوسط. فإن منظور محمد بن زايد واضح، عدم وصول الإسلاميين إلى الحكم، لأن كان يمكن لمحمد مرسي أن يبقى في مصر وينشئ رئاسية إخوانية أو دولة إخوانية، ستدفع بالتأكيد العرش السعودي إلى مزيد من الاستثمار في التطرف الوهابي للدار بالمدرسة الإخوانية، وهكذا سينتقل العرش إلى
الوهابية المتطرفة، وهذا سيكون أخطر كابوس حسب تعبيره. لذلك فوقف منع الإخوان من حكم مصر هو منع للوهابية المتطرفة، وإبقاء السعودية للعائلة السعودية، لعائلة آل سعود، وليس للوهابية. كي لا تحكم الوهابية السعودية يجب أن لا يحكم الإخوان مصر. هذه هي المعادلة بالنسبة إلي. ونفس القضية أيضا، لا يمكن إسقاط الإخوان في القاهرة وبناء دولة على الجوار. بالنسبة لليبيا نفس الأمر، بالنسبة لسوريا لا يمكن لشمال السوري بدعم من الإخوان أردوغان حسب تعبيره أن يدعم دولة أو شبه دولة أو حكم ذاتي أو أيا كان. بالنسبة لي لا يمكن أن تكون سوريا تبعا للنطاق الاستراتيجي لتركيا، ولهذا فهي تدعم بالمال والسلاح والآن بالدعم السياسي أيضا. محمد بن زايد لديه استراتيجية، هو لا ينطلق من لا شيء، هو لا ينطلق، ينطلق من أشياء يراها أنها قد نختلف قد نتفق، ولكن المهم تشريح هذه الاستراتيجية، إعطائها الضوء من أجل فهمها. كيف يفكر محمد بن زايد؟ إنه يفكر بهذين الخطين الأحمرين كما سلف. هناك الأمر الآخر، فشخص لديه رؤية حتى بالنسبة لإدارة بلاده، هذا الشخص لديه استراتيجية بالنسبة لبلده أيضا. فعندما نعرف على أنه يحارب البيروقراطية بإسقاط، تخيل معي، اختزال، إبعاد أكثر من 64 ألف موظف تحولوا إلى 7 آلاف فقط، إلى 7 آلاف موظف عمومي. إنها إدارة بطريقة مختلفة، بطريقة راديكالية. لذلك فنحن أمام تيوقراطية بطريقة أخرى. لذلك فالحكم العسكري، لأن محمد بن زايد عسكري لأنه جنرال، فدعم الجنرال أو الماريشال السيسي، ويدعم الجنرال الإماراتي، يدعم أيضا جنرال وماريشال في نفس الوقت حفتر، وأيضا بالنسبة للباقي. لذلك في الرؤية العسكرية نحن أمام استثمار في الدولة العسكرية في مقابل الدولة الدينية. الناس تحلم في الشرق الأوسط بدولة مدنية ديمقراطية، المشكل اليوم هو ليس كذلك. هناك دولة دينية وهناك دعاة لدولة عسكرية يحكمها جنرالات ضد هذه الدولة الدينية، ولازلنا نرقب هذه الدولة المدنية. لذلك فكل استراتيجيات ستنتهي، هذه الاستراتيجيات هي استراتيجيات تصادمية خطيرة بدون معنى أساسا، وتعتمد على القوات الخاصة، كل شيء بالقوات الخاصة، حتى الجيش الإماراتي كان بالقوات الخاصة، لأن قائد العمليات الخاصة في الجيش الأسترالي ميشيل هيدمارش هو اليوم الذي يدير كل شيء، حتى بالنسبة للعمليات داخل ليبيا، الكل يديره بهذه الطريقة. لذلك فالاعتماد على العمليات الخاصة والاعتماد على الجنرالات كل شيء وعلى الدولة العسكرية، إذا محمد بن زايد يساوي الدولة العسكرية. الدولة العسكرية منظر الدولة العسكرية لأنه جنرال ببساطة. الخلاف الذي بينه وبين القطريين هو خلاف أساسا، خلاف كبير. بالنسبة لقطر هي متجاورة مع الاستثمار في الديمقراطية. الاستثمار في الديمقراطية في الإخوان كما يعتقد الكثيرون هو استثمار في الصف الديمقراطي، يمكن للورقة الديمقراطية أن تنجح. بالنسبة لمحمد بن زايد فهذا أمر خط أحمر، الديمقراطية خط أحمر. إذا هناك دولة عسكرية ونقطة على السطح. تخيلوا معي شخصا في علاقته القوية والوثيقة، إن لم نقل الكاملة، مع دي آي إيه، ديفنس انتليجنس اجنسي، يعني استخبارات البنطاغون او استخبارات وزاره الدفاع الامريكيه. هو طلب الاف 16 التي نراها اليوم هي من تطوير، هو قرأ في احدى المقالات عن الافيشن ويك، احدى الماجازينز، احدى المجلات، قرأ عن تفصيل للاف 16، وفعلا ولسنوات
والأمريكيون يستثمرون من أجل رؤية محمد بن زايد في الأف 16. وهذه النسخة هي من باب ليزيكسيدونس، أو ما قد يسمى باقتراحات أو فرض اقتراحات من طرف محمد بن زايد. لذلك فهذه الشخصية ليست فقط عسكرية، إنما هي تريد الوصول إلى الهدف وتركز عليه بأي ثمن كان. لذلك فعندما مول الإف 16 وعمل على نقل تصوره بعد النجاح، صفق البنطاغون لهذا الشخص واعتبره على أنه كان استراتيجي في المنطقة. لذلك فالرؤية كما يقول أحدهم من السي آي اي بروس ريدل، هو ضابط استخبارات المعروف، عندما يقول ريدل على أن الأمر يتعلق بمحمد بن زايد، عندما ندقق تفاصيل حياته فهو يرى الهدف ويخطط عسكريا بأدوات مدنية للوصول إليه، وإن لم يسعف ذلك تحول مباشرة إلى الأدوات العسكرية لتحقيق هدفه. المشكل أن لديه المناورة الكافية في إدارة هذه العملية، لكنه يريد الوصول إلى ما يريده. فأجندته في الشرق الأوسط تتم على الشكل التالي: شرق ليبيا سيكون فيدراليا مع غربها إن فشلت الدولة العسكرية لحفتر. الرهان الثاني هو بالنسبة للإمارة، إن وصل الحوثي إلى هذه الإمارة فسيكون للجنوب استقلاليته عن الشمال في اليمن. المسألة الثانية، إن بقي الأمر بالنسبة لسوريا فإن محمد بن زايد يفضل الاستثمار في الحرب ضد تركيا وضد روسيا أيضا، إن كان يمكن لبشار الأسد أن يفعلها. أما بالنسبة لعلاقته مع إيران فهو في أكتوبر الماضي حول أكثر من 800 مليون دولار إلى طهران، وهو يدرك جيدا أنه يبتعد بالشكل الكافي ويحاول استثمار كورونا من أجل التطبيع مع الإيرانيين ومع السوريين على حد سواء، من أجل رسم خطوط حمراء جديدة في المنطقة، لأن ما بعد كورونا قد يكون صعبا جدا التمكن من بعض تفاصيله. ولذلك فإن كل الجبهات اليوم هي باردة أو مبردة بالأساس، والسبب هو عدم وصول نار التغييرات القادمة في عالم ما بعد كورونا إلى الإمارات. هذا مهم بالنسبة له، لأن الإيرانيين هددوا بطرد كل القوات الأجنبية من الخليج بعد العراق. العراق بقي اليوم تحت مهلة السنة والنصف، وفي عين الأسد، أمريكيون في عين الأسد وفي أربيل فقط، وحاليا الكل سيغادر. لذلك فإن الإماراتيين يحاولون الدعم الإيراني جهد الإمكان من أجل إبعادهم عن هذه المعادلة القادمة. وإلى اللقاء.